اهلا بيكم، انا لميا حسن، والنهارده هنتكلم عن 12 ترند او 12 موضه في الديكور للسنه الجديده. زي طرز الديكور اللي هتنتشر في عام 2023، وكمان شكل الاساس، ديكور الحوائط والاسقف، الوان الديكور. يلا بينا نتكلم بالتفصيل عن 12 ترند. معاكم مهندسه الديكور لميا حسن، وانتم دلوقتي بتشوفوا قناه انتيريور كونكشن. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك فيها، ولو عجبك الفيديو اعمله شير ولايك. اول ترند هو انتشار طراز الديكور المسمى بـ الوارم مينيماليست، او ديكور الحد الادنى الدافي، وهو طراز يعتمد على الخطوط المستقيمه البسيطه في الموبيليا والعماره الداخليه بشكل عام. ومبدا الطراز ده هو استخدام اقل قطع ديكور ممكنه، يعني ما نشتريش حاجه مش هنستخدمها. فبنشتري أقل قطع أساس، وتقريبا بنستغنى عن قطع الإكسسوار. وكانت الألوان بتاعة هذا الطراز باردة، فالسنة الجديدة كل حاجة هتميل فيها للألوان الدافية زي البيج، الأيفوري في الحوائط، حتى لو هنستخدم الرمادي هيكون الدافي، يعني اللي متضاف إليه شعرة من اللون الأحمر أو الأصفر. وعشان تعرفوا أكتر عن طراز المينيماليست لازم تشوفوا الفيديو ده، وإن شاء الله يعجبكم. الترند رقم 2، وهو ترند عكسي تماما، بيستخدم ألوان قوية جدا وكمان ألوان كتير وعدد قطع موبيليا ولوحات كتير، بس ما افتكرش إن الطراز ده هيستمر فترة طويلة، لأن مش ناس كتير هتقدر تتعامل معاه. الترند رقم 3، وهو الاتجاه إلى الطبيعة والجانب الهادي من الطبيعة مش الجانب الصاخب، وده هيتمثل في الطراز الجاباندي، وهو طراز بيعتمد على استخدام كل ما هو طبيعي وأورجانيك وبسيط، وبيدي دفء وراحة وسكون في البيت. يعني بنبعد مثلا عن استخدام الخامات البلاستيكية، إنما بنستخدم كل ما هو خشب، صوف، بامبوك، قطيفة، فخار، رتان، وبيكون الفينش هنا بسيط مش عالي الجودة، لانه بيهتم قوي ان الشغل بتاع اللي موجود في البيت يديك احساس الهاند ميد. ترند رقم 3، وهو استخدام الكيرفات في الديكور، سواء كان في العماره الداخليه او في القطع الموبيليا والديكور. يعني هنلاقي الحوائط بتبقى فيها ارشات اكتر، فيها كيرفات يعني في النهايات مثلا، او في الطرقه بيبقى فيها ارشات. كمان هنلاقي في حيطان فيها مش ماشية مستقيمة، ممكن تاخد انحناء بسيطة في الآخر. هنلاقي إن كل الكراسي تقريبا السنة دي هتبقى فيها كيرفات، كل الكنب برضو مش واخد الشكل المستقيم نهائي، هيكون في الكيرفات دي، وده بيدي طبعا راحة للعين، لأن بيكون الخطوط المنحنية فيها انسيابية وراحة نفسية أكتر كتير من الخطوط المستقيمة اللي آخرها زاوية حادة. الترند رقم 5، وهو استخدام قطع الديكور اللي شكل المشروم، وده مثلا هنلاقيه واضح جدا في في ورق الحائط، في ترابيزات الجنب، في قطع الإضاءة بالذات زي الأباجورات، والقطع برضو المتدلية من السقف أو البندنت لايت، عشان يربط الديكور الداخلي بالطبيعة الخارجية وبالأشكال الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة الخارجية. الترند رقم 6، وهو توسيعة الشبابيك، خصوصا لو الغرفة بتطل على منظر طبيعي جميل، عشان ندخل أكبر كمية هواء نقي وضوء وشمس دافية للبيت لخلق بيئة صحية داخل البيت. واستخدام الخامات الطبيعية زي الحجر والرخام والخشب، نقل الطبيعة للداخل عن طريق كمان استخدام الزرع الطبيعي داخل البيت. وطبعا مفيش أحلى من استخدام الزرع الطبيعي جوه البيت، بيدي حيوية وبيدي طاقة إيجابية عالية جدا. الترند رقم 7، زاد التركيز على خلق مساحات مقفولة، لأن في ناس كتير حاليا بتشتغل أونلاين، بتشتغل من البيت، فبالتالي محتاجة مكان خاص جدا تستخدمه، سواء كان في الميتنج الأونلاين أو في الشغل بتركيز. فبالتالي أصبح في حاجة أكبر للغرف المغلقة بدل من المساحات الكبيرة المفتوحة على بعضها تماما.
أما الترند رقم 8 فهو الترند الخاص بالألوان. الألوان السنة دي إن شاء الله هيكون لينا فيديو مخصوص نتكلم فيه عن الألوان بتاعة 2023، إنما بشكل عام هيكون الألوان الدافية، اللون الأخضر الزيتي، ممكن البينكي اللافندر أو اللون الموف المحمر والأحمرات، وهتنتشر برضو استخدام لون واحد بدرجاته الفاتحة والغامقة المونوكروم. أما الترند رقم 8 فهو ترند غريب شوية، وهو انتشار الستايل القوطي أو الجوثيك ستايل، وهو ستايل ظهر في أوروبا بيعتمد على الألوان الغامقة والقطمة ويخوف شوية، زي الأسود والأحمر القاتم والبني مع شوية تفاصيل من الذهبي في الموبيليا والديكور، وبرضو بيكون بيعتمد فيه على الزخرفة العالية قوي زي اللي كانت في الارت ديكو. الترند رقم 9 وهو استخدام قطع الديكور اللي فيها اكتر من سطح، يعني اللي فيها بارز وغاطس او فيها تجاويف، ودي هتبان اكتر في الموبيليا، وزي مثلا قطع البوفيه زي الاعمدة في الانتيريور او في العمارة الداخلية يعني. وده طبعا بيربط الستايلات القديمة بالمعاصر، بدل ما كل حاجة سادة وبسيطة قوي، فبيمزج بين الماضي والحاضر. عشان كده هنلاقي فيه اهتمام بالقطع المستعملة الموروثة من أهالينا، أو اللي ممكن نشتريها من أماكن الموبيليا القديمة واللي اسمها فينتج، مع انتشار ثقافة وعدم الإفراط في إهدار الخامات الطبيعية. يعني ما بقيناش نرمي كل حاجة عندنا، الناس بتعيد استخدام الأشياء، حتى لو أنت مش محتاجها بتبيعها، ففي حد تاني بيجي يعيد استخدامها، وده طبعا بيوفر الخامات الطبيعية للعالم كله. الترند رقم 10 وهو دهان الأسقف بلون مختلف. بدل ما كنا بنركز أو بندهن حيطة رئيسية بنختارها في كل أوضة أو في أوضة ما يعني بلون مختلف، فبقينا نخلي الأوضة كلها نفس اللون، إنما السقف هو اللي هيكون لونه مختلف، وده ترند جديد خالص السنة دي. وهو طبعا ترند لطيف ودمه خفيف، بس مش هيستمر فترة طويلة للناس اللي بتحب تعمل حاجة تعيش عليها 20 سنة أو فترة يعني طويلة. أما الترند رقم 11 وهو استخدام اللوحات ذات الملمس، حتى إن هم وصلوا إن هم بيستخدموا لوحة بلون واحد زي الأبيض مثلا، إنما الملمس فيها غاطس وبارز زي ما قلنا، أو فيها تجاويف، فده بيدي طبعا لما بيجي عليها الإضاءة بتدي ظل، فبتدي جمال أزيد للوحة مع الشغل اللي اشتغله الفنان. وطبعا إضافة الملمس البارز دوت بيدي كمان إحساس مختلف باللوحة، فبيزيد من جمال. الترند رقم 12 وهو آخر ترند معانا، وهو انتشار الشكل الشطرنجي خصوصا في السجاد مداخل البيوت، سواء كان الشكل الشطرنجي دوت بين اللون الأبيض والأسود أو بين أي لونين تانيين، إنما طبعا هو بيبقى مشهور قوي بالأبيض والأسود. الكونترست ده بيدي جمال طبعا للمكان، طول ما احنا بنستخدمه في مساحة بسيطة يعني سجادة صغيرة في مدخل البيت كده، انما ما انصحش خالص ان احنا نخلي الارضيه كلها بتاعت الغرفه شطرنجي او كده، لان ده طبعا بيتعارض مع كل حاجه تانية جوه الغرفه، مش هنعرف نفرش بسهوله السجاد الا اذا كان ساده، الموبيليا اللي اذا كانت برضو تقريبا ساده، فخلينا كده احسن في الارضيه الساده احسن كتير. لو عجبكم الفيديو ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا شير ولايك، وتتابعوا القناه وفيديوهات كتير عن الديكور والتشطيبات. معاكم مهندسة الديكور لمية حسن، وكنتم في قناة Interior Connection. شكرا وإلى اللقاء في فيديو جديد.